Hello dear students, peace be upon you. With you Mr. Muhammad Hilmi Math. Today we'll talk about lesson 3 trigonometric functions. First and foremost, let's remember what the meaning of sine, cosine, tan. What's the meaning of the sine? Cosine, tan. Sine means opposite over hypotenuse. And what's the meaning, or let's remember, what's the meaning of the hypotenuse? If we have right angle triangle, the hypotenuse is the side which is opposite the right angle. يعني ايه مستر؟ يعني right angle اهي مين اللي في وشها؟ هو الهايبوتنس ده بيبقى opposite the right angle. اللي هو يا مستر ده كده it's called hypotenuse. Then sine means opposite over hypotenuse. Cosine means adjacent over hypotenuse. And tan means opposite over adjacent. يعني يا مستر بالبلدي كده ان الساين كانت بتاخد اللي في وشها الاوبوزيت، لكن الكوزاين كانت بتاخد اللي جنبها الادجسنت، التان كانت بتاخد اللي في وشها واللي جنبها. يعني مثلا فور اكزامبل اف وي هاف اي بي سي، اي بي 4 سنتيمتر، بي سي 3 سنتيمتر، اند اي سي ايكوال 5 سنتيمتر. If we wanted to know sin c or find sin c, لو احنا عايزين نجيب sin c قلت لك احنا بنعمل ايه يا مستر؟ قلت لك sin opposite over hypotenuse، او بمعنى اصح ان straight way كده على الدغري يا مستر هي بتاخد اللي في وشها over hypotenuse. Where is hypotenuse؟ فين الهايبوتنس هنا يا مستر؟ Opposite to the angle or to the right angle. شرط انجل دي اه يبقى ده مستر الهايبوتنس. يبقى لو احنا عايزين نجيب فانا تو فايند ذا ساين سي اوبوزيت اوفر هايبوتنس 4 اوفر 5 كوزاين سي ادجسنت اوفر هايبوتنس ادجسنت 3 اوفر 5 تان سي مينز اوبوزيت اوفر ادجسنت 4/3. احنا كده افتكرنا حاجه قبل كده. هو النهارده بيكلمك عن حاجه اسمها trigonometric functions، بيفهمك يعني ايه ساين وكوزاين وتان. ومش بس كده، هيظهر لنا ثلاث حاجات تانيين هنفهمهم دلوقتي. احنا دلوقتي سريعا كده عملنا ريمبر او افتكرنا كده يعني ايه ساين، يعني ايه كوزاين، يعني ايه تان. ساين هي opposite over hypotenuse، كوزاين هي adjacent over hypotenuse، والتان هي opposite over adjacent. ده مستر اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت في بريب 3. النهارده بقى مستر احنا هناخد ثلاث حاجات زياده، حاجه اسمها كوسيك اند سيك اند كوتان. او وات ذا مينينج اوف كوسيك اند سيك اند كوتان؟ يعني ايه يا مستر اللي انت بتقوله ده؟ تعالى بقى، يبقى احنا مستر احنا متعودين على ساين كوزاين تان. النهارده بقى مستر هيظهر لنا كوسيك وسيك وكوتان. يعني احنا خدنا تلاتة في السنة اللي فاتت ان بريب 3، دلوقتي بقى ناخد تلاتة جديد عشان ما حدش يزعل. خدنا تلاتة قبل كده وتلاتة دلوقتي. يعني ايه مستر بقى كوسيك؟ الكوسيك از مالتيبليكيتيف انفرس اوف ساين. يعني ايه مستر؟ يعني لو حضرتك جبت الساين دي وعملت لها ريفرس، يعني لو شقلبتها تبقى 1 اوفر ساين. فال 1 اوفر ساين دي بدل ما نفضل نقول 1 اوفر ساين او احنا بنقول كوسيك. يبقى مستر الكوسيك دي هي ريفرس او مالتيبليكيتيف انفرس اوف ساين. طب السيك؟ سيك از مالتيبليكيتيف انفرس اوف كوزاين. يعني ايه مستر؟ يعني لو احنا عندنا الكوزاين دي وحبينا نعملها ريفرس، يعني حبينا نشقلبها، هتبقى 1 will be 1 اوفر كوزاين. او اتس مين او اتس ويل بي او ات ويل بي sec.
يعني يا مستر الكوسيك، الكوسيك هي المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت الساين، يعني بالبلدي كده هي الريفرس او الشقلبه بتاعت الساين. طيب يا مستر لو جيت قلت لك سيك، سيك هي المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت الكوزاين، يعني يا مستر هي الشقلبه بتاعت الكوزاين. طب الكوتان، ما هنا كوتان، كوتان يبقى مالتيبليكيتيف انفرس اوف تان. One over ten will be cotan. يبقى بعد إذنك اكتب دول عندك cosec وsec وcotan. الcosec هي reverse أو الشقلبة بتاعت الساين. sec هي reverse أو الشقلبة بتاعت الكوزين أو multiplicative inverse بتاعت الكوزين. cotan هي المultiplicative inverse of tan. يبقى مستر عارف أنت اللي هو أحمد زي الحاج أحمد، إحنا ما خدناش حاجة جديدة النهاردة. هي بس بيقول لك ان الساين لو انا جبت لها مالتيبليكيتيف انفرس ويل بي كوسيك بس. يعني تعالى كده نرجع ورا فانا تو نو كوسيك اند سيك اند كوتان. لو احنا عايزين نعرف بقى هنا يعني ايه كوسيك يعني ايه سيك يعني ايه تان، كل اللي احنا بنعمله هو الساين بكام يا استاذي؟ 4 اوفر 5. يبقى كوسيك the multiplicative inverse of sine. يعني بالبلدي كده هنعمل ريفرس للساين، يعني هنشقلب الساين، يعني لو 4 over 5 will be 5 over 4. And the sec is the multiplicative inverse of cosine. يعني cosine يا مستر 3 over 5، sec will be 5 over 3. tan is the multiplicative inverse of tan. 4 over 3 will be 3 over 4. يا مستر احنا من النهارده ما خدناش حاجه جديده. هو بيقول لك يعني ايه كوسيك يعني ايه سيك يعني ايه كوتان، هي المالتيبليكيتيف انفرس اوف ساين وكوزاين وتان. بس يعني لو حضرتك عايز تجيب الكوسيك شقلب الساين بتاعتها بس. يعني انا فيرست انا بجيب الساين مثلا 4 اوفر 5، بعد كده بقى ببتدي اشقلبها تبقى 5 اوفر ايه اوفر 4. طب حد بيجي يقول لي يا مستر طب احنا ممكن نتلخبط، احنا قلنا خلاص عندنا ساين كوزاين تان، انا عايز اعرف يا مستر هي الكوسيك دي شقلبت مين؟ يعني السك هي شقلبت مين؟ الكوسيك شقلبت مين والكوتان شقلبت مين؟ واحده واحده بقى. في طريقه كده لما انا كنت طالب بحفظها بيها اسمها اس سي رول. يعني عارف انت انا كنت عامل ساعتها لنفسي رول كده وانا طالب عشان احفظ هي السك دي هشقلب انهي، السك دي هشقلب انهي، الساين ولا الكوزاين؟ طب يا ترى الكوسيك دي هشقلب انهي، الساين ولا الكوزاين؟ كنت دايما بتلخبط فيها. قلت خلاص انا هعمل لنفسي حاجه اسمها اس سي رول. اس سي يعني ايه اس سي؟ هقول لك يعني اس سي. يعني ببص هنا مش هنا في اس، يبقى انا هاخد السين من الناحيه الثانيه. يعني هاخد السين من الناحيه الثانيه تبقى كوزاين، يعني الكوسيك او السيك دي هشقلبت الكوزاين. انا كنت ميزه لنفسي كده والله انت حفظتها على طول خلاص ذاتس جود. والله يا مستر لا انا بتلخبط فيها. افتكر كده اس سي رول. يعني ايه اس سي رول؟ يعني مش في هنا سي سي كوسيك. طب يا ترى مين من الناحيه الثانيه اللي فيه الاس بقى؟ الساين. طبعا الكوتان غنيه عن التعريف، كوتان تان تان يبقى تان بس. يبقى انا يا مستر لو انا مش قادر احفظها ممكن حضرتك تحفظها بطريقه حاجه اس سي رول. دي بقى من عندنا اس سي رول. ايه مثلا اس سي رول دي؟ لو في هنا اس يبقى انا هختار السي من الناحيه الثانيه، طب لو في هنا سي يبقى انا هختار الاس من الناحيه الثانيه. يبقى لو انت ناسي قلت لك كوسيك، كوسيك دي اولها ايه؟ فيرست ليتر از سي، يبقى انا هختار I'll choose اللي هو الاس from the other hand، لان انا هختار الاس من الناحيه الثانيه. فده كده اول حاجه او بارت 1 من ليسون 3 اللي هو بيفهمك يعني ايه يا مستر ساين، يعني ايه كوزاين، يعني ايه تان. وبعد كده بيفهمك بقى ان الساين المالتيبليكيتيف انفرس كولد كوسيك، كوزاين كولد سيك، تان كولد كوتان. ده كده يا مستر اول حاجه هو عايز يقولها لك. تاني حاجه بقى من سكند بارت بقى او الجزء الثاني في ليسون 3 ده كنا بنتكلم فيه عن ايه؟ بيقول لك كده لو انت عندك اوردر دبير زي كده، لو جيت قلت لك يونت سيركل
وافهمك يعني يونت سيركل. يعني لو انا جيت جبت لك في التشوز يونت سيركل وجيت جبت لك حاجه زي كده مثلا 3 اوفر 4 او سوري انا اسف 3 اوفر 5 و 4 اوفر 5 وجيت قلت لك فايند الساين والكوزاين والتان، ومش بس كده قلت لك هات لي كوسيك والسيك والكوتان. يعني الجزء الثاني بقى لو انا جيت جبت لك في سؤال اوردر دبير زي كده بدات اقول لك بقى هات لي الساين والكوزاين والتان، ومش بس كده هات لي الكوسيك والسيك والكوتان مثلا طلعهم زي ده اوردر دبير. هقول لك بقى اكتب عندك ريمارك مهمه جدا جدا جدا، يا ريت حضرتك وانت شغال معايا انت مش بتتفرج على فقره الساحر. يعني ايه؟ يعني الكوبي بوك بتاعت حضرتك وتكتب ورايا اي نوتس انا بسجلها هنا تبقى عندك في الكشكول لو انت عايز تذاكر صح اونلاين. يلا بينا يا مستر. ريمارك بقى قول لنفسك كده ان الاوردر ده بيير دايما الفيرست بروجيكشن بيبقى اكس والسكند بروجيكشن واي. لو انت عايز تعرف الساين بكام والكوزاين بكام والتان. الساين انا باخد السكند بروجيكشن باخد الواي او النمبر بتاع الواي. طب الكوزاين باخد الرقم بتاع الاكس. طب التان بعمل واي ديفايدد اكس، ودي يا ريت تكتبها عند حضرتك. يبقى لو حضرتك عايز تجيب الساين قول لنفسك الساين انا هاخد الواي، كوزاين انا هاخد الاكس، والتان انا هاخد واي ديفايدد اكس. يبقى هنا يا مستر الاكس وهنا الواي، يبقى الساين. لما اقول لك انا عايز الساين يا ترى هاخد انهي نمبر؟ الاكس والواي يا مستر خلاص هناخد الرقم بتاع الواي، يبقى الساين 4 اوفر ايه 5. بس كده. يعني هو بيجيب لحضرتك اوردر دبير ويقول لك فايند ساين كوزاين 10 بس. فايند ساين كوزاين 10 ساين 4 اوفر 5 كوزاين هاخد الرقم بتاع الاكس اللي هي 3 اوفر 5. طب والتان بقى يا مستر؟ التان ده انا بعمل له كوكتيله. كوكتيل يعني ايه يا مستر؟ يعني بنعمل واي ديفايدد اكس 4 over 5 divided 3 over 5 will be 4 over 3. If you want to find cosec, what's the meaning of that cosec? Remember, SC rule. Cosec C will find the multiplicative inverse of sine. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا لو عندك هنا C قلت لك افتكر C يبقى انا هختار ال S اللي هي الساين، يبقى انا هعمل ريفرس للساين، يعني لو هي 4 اوفر 5 ويل بي 5 اوفر 4، بس اللي انا بالبلدي كده بشقلب. سيك ويل بي ذا ملتيبليكيتيف انفرس اوف كوزاين، اف كوزاين ويل ايكوال 3 اوفر 5 سيك ويل بي 5 اوفر 3. كوتان ذا ملتيبليكيتيف انفرس اوف تان، اف تان ايكوال 4 اوفر 3 كوتان ويل بي 3 اوفر 4. يبقى مستر بالبلد كده الاكس ده بتاع الكوزاين والواي ده بتاع الساين بس، وبعد كده هجيب اي حاجه انا عايزها. طب حد هيقول لي يا مستر تعالى بقى نفهم ليه، يعني احنا كده فهمنا الحل. هفهمك ليه او ليه جبنا الحاجه دي او ليه قلت لك الساين واي وكوزاين ليه، يعني ليه يا مستر مش العكس. حد يجي يقول لي طب ليه يا مستر مش العكس؟ ليه ما قلناش مثلا ان الكوزاين هي الواي والساين هي الاكس؟ هقول لك هفهمك بقى احنا جبنا الكلام ده منين؟ هفهمه لك تمام؟ وبس انا عايز في الحل تفهم ده وخلاص، ان الساين واي والكوزاين اكس وخلاص. تعالى بقى نفهم هو يعني ايه يونت سيركل؟ يونت سيركل ذا سيركل اتس راديوس ايكوال 1، يعني الراديوس بتاعها ايكوال كام؟ 1. يبقى انا عايز اقول لحضرتك اللي احنا عندنا هنا يونت سيركل ليتس جو. يلا بينا يا شباب. يا مستر اليونت سيركل الراديوس بتاعها ده الاوريجن بوينت اتس سنتر، يعني الاوريجن ده هو السنتر بتاعها، يعني هي جايه بص في النص بالظبط. الراديوس بتاعها ده بيبقى ايكوال 1، يبقى اليونت سيركل مينز سيركل اتس راديوس ايكوال 1. يعني يا مستر ايه هي اليونت سيركل؟ انا بفهمك دلوقتي الساين والكوزاين والتان دي جت منين؟ والله عايز تعرف شوف انا مستر فهمت الحل ومش عايز اعرف سكيب الحته دي وخلاص. يبقى مستر تاني بيقول لك if you have unit circle what's the meaning of the unit circle the circle its radius equal 1.
Let's draw right triangle. بصوا بقى يا حبايبي، هي الحته دي مش دي على الاكس نفسها؟ اه، فبنقول الرقم ده بتاع الاكس. طب الحته دي مش دي بتاعت الواي؟ او بص فيرتيكالي كده زي الواي، او بص يعني ده الواي اهي، بص دي واقفه زيها، يبقى الحته دي بتاعت الواي. يبقى مستر، يبقى اللي نايمه دي بنسميها اكس والواقفه دي بنسميها واي. طب تعالى كده نجيب الساين اي بي سي مثلا. تعالى نجيب الساين سي. تعالى قلت لك الساين هي اوبوزيت اوفر هايبوتنس. اوبوزيت يعني الواي اوفر 1 اهي، واي اوفر 1 اللي هتبقى واي. عشان كده قلت لك ان الساين ويل تيك واي او نمبر اوف واي او سكند بروجيكشن او سكند نمبر. طب الكوزاين، كوزاين قلت لك هي ادجسنت اوفر هايبوتنس، اكس اوفر 1 اهي، اكس اوفر ايه 1 اكس. عشان كده سوري، طب اكس، عشان كده لما جيت قلت لك احنا الكوزاين بناخد الرقم بتاع الاكس. طب والتان، تاني هي اوبوزيت سوري اوبوزيت اوفر هايبوتنس اوفر ادجسنت، تبقى واي اوفر اكس، واي اوفر اكس بس. يعني ده عشان اقول لك ليه هو اختصار، او يعني بص عشان ما انا يعني ما نهريش كتير زي ما بيقولوا. الساين هي بتاخد الرقم بتاع الواي، الكوزاين بتاخد الرقم بتاع الاكس، والتاني يا مستر هي بتاخد واي اوفر اكس. ده البروف ده يعني ليه. تمام، طب يلا يا مستر نشوف هو الحل بيجي ازاي. افكر ازاي. Recognize your thoughts like that. اول لما اشوف order the pair write cosine sine. يعني اكتب لنفسك كده cosine وsine. يعني انا اول ما اشوف order the pair اكتب لنفسي cosine وsine وابتدي اشوف هو الراجل ده عايز ايه. sine خلاص هي جاهزه half. It's easy. تاني يا مستر، يبقى اول ما اشوف اوردر دبير اقسمها، اقول لنفسي كوزاين ساين. حلو قوي يا مستر، وابتدي اشوف هو عايز ايه. اه هو عايز الكوتان. ابتدي افتكر ترى الكوتان دي اللي هي الكوتان دي هي المالتبليكيت ميرز بتاعت مين؟ بتاعت التاني. يبقى انا بفتكر الكوتان دي اللي هي مين؟ اللي هي اصلا كانت التاني. طب انا بجيب التاني ازاي؟ قلت لك انا بجيب التاني كده y divided x، بعمل 4 over 5 divided negative 3 over 5، طب will be negative 4 over 3. طبعا بقى تعال الناس هنا بتتصرف فيه، الناس هنا بتوقعك فيه. يعني انا كده بحط الامتحان بوقعك ازاي؟ قلت له يا مستر ده الحاجه سهله اهي، اما الناس دي تقع في ايه؟ امال ايه الدرجات اللي احنا بنسمعها دي؟ هقول لك تعال، لان انا جبت لك هنا ان 10 نيجاتيف 4 اوفر 3. يجي واحد متسرع اول ما يشوفها في التشوز يقول لي هي دي ويعملها، اقول له بص خد الزيرو. طبعا هو طالع يا مستر ده يا مستر ليه ما انت قلت لي اعمل كذا؟ يا حبيبي ثانيه، ده تفكير الطلبه. انا عايز افهمك زمايلك اللي قبل كده بيغلطوا فيه عشان انت تتجنب اللي انت تقع في نفس الخطا في نفس المستيك بتاعه. هو هنا حضرتك جبت التان بنيجاتيف 4 اوفر 3، انا مش عايز تان، انا عايز كوتان اللي هي نيجاتيف 3 اوفر 4. ابتدي اشوف ده نيجاتيف 3 اوفر 4 لا، نيجاتيف 3 اوفر 4 لا، نيجاتيف 3 اوفر 4 لا، ده هيبقى نيجاتيف 3 اوفر 4. حضرتك لو عملت نيجاتيف 3 اوفر 4 على الاله بتاعتك تبقى نيجاتيف 0.7. لك first and foremost قبل اي حاجه رايت كوزاين ساين. بعد كده ابتدي اشوف كوزاين يبقى نيجاتيف 5 اوفر 3 او سوري اوفر 13 ماينس ساين اللي هي 12 اوفر 13، واجيب الريزلت ايه بتاعتي. ده كده النوعيه الاولى من الافكار، هو الليسون 1 او سوري انا اسف بارت 1. يعني هو اول حاجه كان بيفهمك يعني ايه سك، يعني ايه كوسك، يعني ايه سك، يعني ايه تان، وهكذا.
بعد كده مصر ابتدى يقول لك لو انا عندي اوردر ذا بير في يونت سيركل، قلت لك دي حاجه مهمه جدا، ساين واي كوزاين اكس وتان واي ديفايدد اكس. واللي يقول لي يا مستر اشمعنى ساين ايكوال واي، هقول لك تعال لما جينا رسمنا اليونت سيركل قلت لك ده على الاكس اكسس وده اهو نفس الرقم بتاع الواي، يعني الواي ده هو هو ده. يبقى اشتغل الساين هي اوبوزيت اوفر هايبوتنس، يبقى واي اوفر 1. يبقى عشان كده الساين خدت الواي والكوزاين خدت الاكس والتاني خدت واي اوفر اكس. تعالى بقى نخش على الاهم، يعني على الجزء الثاني والاهم على الاطلاق، وركز بقى معايا عشان لو انت ما فهمتش الجزئيه دي مني حقيقي مش هتعرف تفهمها تاني. هتقول لي يا مستر يا انت واثق من نفسك قوي كده؟ هقول لك اه. يلا بينا. اول حاجه حضرتك عارف ان دي الكوادرانتس بتاعتي انا، وي هاف فور كوادرانتس، فيرست كوادرانت، سكند كوادرانت، ثيرد كوادرانت، فورث كوادرانت. هنا الانجل بتبقى بزيرو. بص كل مره زود 90، ما هو ده رايت يا اخوانا، يبقى لو ده زيرو هتبقى ده 90، ده يبقى 180، ده يبقى 270، ده يبقى 360. دلوقتي الدنيا تمام. مثلا احنا عندنا اربع شقق، فيرست سكند ثيرد فورث. قلت لك احنا نبدا من زيرو كل مره نعمل بلس 90. اشمعنى ال 90 بالذات؟ بتحب ال 90؟ لا، عشان دي رايت رايت، فعشان كده كل مره بنعمل انكريز باي 90، كل مره بنزود ايه 90. خلاص يا مستر يبقى فهمنا فيرست سكند ثيرد فورث، وكل مره بنعمل ايه 90. لغايه دلوقتي في اي مشكله؟ لا. تعالى بقى هقول لك الجزء الاهم على الاطلاق. هقول لك افتكر كلمه اسمها استك، مربوط باستك مستر بومباستك. يعني ايه بقى؟ تعالى ليتس نو وات ذا مينينج اوف استك. يعني ايه يا مستر استك؟ استك يعني اول حرف ده يعني اول. انا امثلها لك كان يا اخوانا عندي عماره كده فيها اربع ادوار، الدور الارضي ده مش بتاع حد، اول اهو. فيرست كوادرانت اول، سكند كوادرانت اللي هو الشقه اللي في الدور الثاني بتاعت مين بقى؟ اس. هي ايه اللي عندنا كان اسمه اس؟ اللي هو الساين. يبقى مستر يبقى الدور الاول ده او الارض ده مش بتاع حد، الدور الاول مين اللي جه اشتراه؟ اشتراه والله بص واحد اسمه ساين. طبعا ساين وابن عمه، ابن عمه اه. ساين مين ابن عمها؟ الكوسك. هما الاثنين جم قعدوا فيها. يبقى مستر تاني ساين، يبقى السكند كوادرانت ده مين اللي قاعد فيه؟ الساين وابن عمه اللي هو الكوسك. طب تعالى، طب يا مستر يا ترى الثيرد كوادرانت مين اللي قاعد فيه؟ تي يعني تان. يعني والله دور الارض ده بص عارف انت الارضي محدش بيحب يقعد فيه مني للشارع، بس فسيبناه كده مش بتاع حد. جه بقى الدور الاول الساين صحته على قد شويه، قال لك اه يا ابني انا هقعد في الدور الاول ده انا وابن عمي. قام جه التاني قال لك خلاص، اشمعنى يعني الساين خدت شقه؟ اشمعنى يعني ابن خالتك خد شقه؟ احنا مش هناخد شقه؟ لا احنا كمان هناخد شقه. فقلنا خلاص التان وابن عمه والكوتين. يبقى مستر يبقى التان ده دلوقتي قاعد في انهي كوادرانت؟ في الثيرد كوادرانت، هو وابن عمه اللي هو الكوتين. اه جت بقى الكوزان قالت لك كده كده بتعملوا الحركه دي تخلينا في اخر دور. طب خلاص انا كده كده اصلا بحب التراوة الكوزاين، فالكوزاين بقى جت خدت اخر دور والروف عشان تقعد براحتها. الكوزاين هتاخد مين معاها؟ طبعا بنت عمها بقى السك. يبقى كوزاين وسك. تعال نفهم، يعني كل واحد اشترى شقه فهو بقى بوزيتيف هنا، وهنفهم يعني ايه يا مستر. وتعالى نظبط الدنيا. اخر حاجه اقولها لك الرسمه دي مهمه جدا جدا جدا. يبقى احنا قلنا 0 90 180 270 ليه؟ عشان احنا كل مره بنعمل انكريز باي 90، احنا كل مره بنزود ايه 90. اول ساين تان كوزاين، اول ساين تان كوزاين. اخر حاجه اقولها لك
ان في الفيرست كوادرانت احنا بنسيب السيتا زي ما هي او الانجل زي ما هي. السيتا دي يعني انجل حبايبي، بس بدل اكس بنقول سيتا. تعالى في السكند كوادرانت، مش دي 180؟ اه، يبقى اللي قبلها هنقول 180 ماينس سيتا، واللي بعدها سهلة بقى، اللي قبلها بنقول ماينس، يبقى اللي بعدها نقول 180 بلس سيتا. طب هنا يا مستر تبقى 360 ماينس سيتا، وهنفهم يا مستر مش فاهم ايه اللي انت ايه قول ساين تان كوزاين وايه اللي انت بتعمله ده. هقول لك هو بيجي يقول لحضرتك حاجه زي كده، ان الساين جريتر ذان زيرو، وان الكوزاين سيتا ليس ذان زيرو، ذن السيتا دي قاعدة في انهي كوادرانت؟ هي دي طريقة الحل، ودي طريقة الحل الأهم، عشان خلي بالك هنستخدمها تاني في ليسون 4. فالتيبل اللي أنا رسمه قدام حضرتك ده مهم جدا جدا جدا، بص أنا عايزك تنام كده تحلم بيه. يلا بينا يا مستر. طب أحل إزاي أو أفكر إزاي؟ دور على البوزيتيف، سيرش فور بوزيتيف فانكشن. يعني ايه؟ يعني هنا الساين جريتر ذان زيرو صح؟ تبقى الساين بوزيتيف، والكوزاين ليس ذان زيرو يبقى نيجاتيف. انا بقى بشوف مين البوزيتيف، البوزيتيف يعني مين الحلو؟ انا دايما بدور على الناس الحلوه، عارف انت اللي هو حلوين من يومنا والله وقعدتنا كويس، احنا دايما بنبص على الناس الحلوه. يعني ايه يا مستر؟ انا عندي الساين بوزيتيف والكوزاين نيجاتيف، يا ترى همسك انهي واحده؟ همسك البوزيتيف اللي هي الساين، وابتدي اسال نفسي الساين دي قاعده في انهي دور؟ عارف انت لو انا رحت للبواب، ها يا حاج الساين دي قاعده، اه قاعده يا ابني في الدور الاول، فاجي اقول لك يبقى الساين دي في سوري انا اسف في الدور الثاني، تقول لي كده يا ابني قاعده في السكند كوادرنت. بس هي دي اللعبه كلها، اللي احنا مستر بندور على البوزيتيف ونشوف هو ساكن فين، بندور على البوزيتيف ونشوف هو ساكن فين، ها ساكن يا ترى في انهي دور؟ طب تاني تاني، لو انا جيت قلت لحضرتك كده ساين ليس ذان زيرو، حاول بقى انت توقف وتحل، كوزاين سيتا ليس ذان زيرو، يبقى السيتا دي بقى ساكنه فين؟ في انهي كوادرانت؟ واحده واحده. ساين ليس ذان زيرو يعني الساين دي بالنيجاتيف، كوزاين ليس ذان زيرو يعني كوزاين دي برضو بالنيجاتيف. قلت لك احنا بندور، احنا ناس حلوه بندور على الناس الحلوه، يعني ايه؟ يعني بندور على الناس البوزيتيف. طب الساين ايه يا مستر؟ احنا بص خلي بالك في نقطه عشان بس افهمك، احنا ما عندناش غير ثلاث حاجات، يا ساين يا كوزاين يا تان، يا ساين يا كوزاين يا تان. طب يا مستر دي الساين طلعت وحش والكوزاين برضو طلعت وحشه، يبقى يا ترى التان دي هتطلع ايه بقى؟ وهو احنا ثلاثه، بص لازم يبقى فينا حد حلو، لازم، ما احنا مش معقول القعده كلها هتبقى بنفسنا، لا لازم يكون حد فينا حلو كده. يبقى مثلا لو الساين نيجاتيف والكوزاين نيجاتيف، مين اللي بقى لي تاني؟ يبقى التاني هنا هي الحلو. بس يا مستر ده مش كاتبها لي، اه خلاص ما هو عايزك بقى تفكر تجيبها، اتس نو برينر يعني، بالتفكير اهي يا مستر اتس كريستال كلير، ساين نيجاتيف كوزاين نيجاتيف يبقى التان ويل بي بوزيتيف. خلاص يبقى ارجع بقى اسال نفسي، اه يا حاج والنبي قول لي هي التان دي قاعده في الدور الكام؟ اه قاعده في الدور الثالث، يبقى دي ثيرد كوادرنت. يبقى تاني يا مستر سامري بتاع الجزئيه دي، اكتب ده ورايا بعد اذن ما عليك، ومهم جدا جدا جدا، انا عايز حضرتك تبقى فاهمه مش حافظه. 0 90 180 270 360. قلت لك افتكر مستر بومباستيك مربوط باستك، استك مربوط باستك، مستر بومباستيك حاجه زي كده. تبقى مستر الايه؟ قول الاس ساين، طبعا الساين بقى وبنت عمها
اللي هي مين؟ كوسك. التان وكوتين، وهنا كوزين وسك. قلت لك هنا، هنا احنا بنسيب الانجل زي ما هي. هنا مش دي قبلها بفور ال 180 هتبقى 180 ماينس ثيتا. هنا مستر افتر تبقى 180 بلس ثيتا، هنا تبقى 360 ماينس ثيتا. طريقه التفكير، ask yourself what should I do، انا هعمل ايه، او what will I do، انا ايه اللي انا هعمله، او ايه المفروض هعمله. قول لنفسك طريقه التفكير هنا، حدد الكوادرانت، حدد الكوادرانت ازاي مستر، انا بشوف مين البوزيتيف، واشتغل بالاله بالكالكوليتر، بعد كده هنجيب الاكل. يبقى مستر حدد الكوادرانت اللي انا بشوف البوزيتيف، واشتغل بالاله ان انا بعمل شيفت وبجيب الانجل. واحده واحده يا مستر انا مش فاهمك، يعني ايه حدد الكوادرانت ويعني ايه اله؟ انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه خالص. انت الموضوع هو ده، هو ده اللي انت لما فهمتوش مني مش هتفهمه من حد غيري، هو ده جوزك ابو عيالك؟ اه هو ده اللي انت لما فهمتوش مني مش هتفهمه من غيري. طب يلا بينا يا مستر نشوف الحل بيبقى ازاي. اكتبها بس عندك يا ريت، وتعالى بقى اوريك الجزء اللي بيلخبط نص طلبه مصر، انا هخلي حضرتك تحله ازاي. بص يا باشمهندس، يبقى انا اول لما اجي اقول لحضرتك كده كوزين سيتا ساين سيتا، هات لي بقى السيتا دي، قول لنفسك حدد الكوادرانت، هشتغل بالاله واعمل شيفت، اوكي يا مستر هجيب الانجل. يعني ايه مستر حدد الكوادرانت؟ حدد الكوادرانت اللي انا بشوف مين الحلو مين البوزيتيف. واسك يور سيلف كوزين ايكوال هاف، انا ماليش دعوه هي بكام، كوزين ايكوال هاف بوزيتيف اور نيجاتيف؟ بوزيتيف يا مستر. ساين ايكوال هاف بوزيتيف اور نيجاتيف؟ بوزيتيف يا مستر. بالمناسبه تعالى نكتب التيبل بتاعي هنا كده، يا ريت حضرتك تكتبه لوحدك. هنا قلنا اول ساين تان كوزين 180 ماينس 180 بلس وكا 360 ماينس، والسيتا نفسها كوزين سيتا بوزيتيف وساين سيتا بوزيتيف برضه. ايه ده؟ ده انا مستر ده انا عندي الاثنين حلوين، كوزين بوزيتيف والساين بوزيتيف. اه بص، لما يبقى عندك اكتر من حد حلو يبقى ده كده يا مستر حضرتك قاعد في الفيرست كوادرنت. يبقى قول لنفسك كده، اول حاجه بحدد الكوادرنت، يبقى قول لنفسي ده فيرست، وبنسيب السيتا زي ما ايه هي، وقول لنفسي كده خلاص حدد الكوادرنت، اعمل شيفت على الاله واجيب الانجل. انا مستر حددت الكوادرنت اللي انا بقول اه ده فيرست، وبسيب السيتا زي ما ايه زي ما هي. حلو جدا. طب يعني ايه يا مستر بقى؟ خلاص احنا فهمنا دي، يعني ايه بعمل شيفت على الاله؟ يعني حضرتك شايف ده كده، امسك اي واحده مش هتفرق، اعمل على الاله على الكالكوليتر بتاعتك شيفت كوزين هاف، اكتب كده شيفت كوزين هاف، ذا انجل ويل بي اور ذا ميجر اوف سيتا ويل بي 60. قول لنفسك يبقى الانجل هنا بكام؟ ب 60، عشان انا مش هعمل فيها اي حاجه، فانا بسيبها زي ما هي. حد يقول لي يا مستر بس هنا مين من دول هيديهاني 60؟ خلي بالك هو هنا مديها لك بالريديان. اه فاكر بقى الريديان والديجري كنا بنعملها ازاي؟ فاكر كنا بنحاول ازاي من انا عندي دلوقتي دي بالديجري، هو مديهاني بالريديان، كنا بنعمل مالتبلاي باي اوفر 180 تبقى باي اوفر 3. تاني لو جيت جبت لحضرتك حاجه زي كده وقلت لك انا عايز السيتا بس، جيت قلت لك انا عايز السيتا بس، هتعمل ايه؟ قول لنفسك كده حدد الكوادرنت واعمل على الاله شيفت
واجيب الانجل. حد كوادرانت انا بشوف فين البوزيتيف، كوزاين بوزيتيف ساين نيجاتيف. انا بحد الكوادرانت اللي انا بشوف مين الحلو، قلت لك احنا ناس حلوه قعدتنا حلوه، يبقى بنجيب الناس الحلوين اللي زينا اللي هي الكوزاين. واسك يور سيلف افتر ذات كوزاين في انهي كوادرانت، هي الكوزاين بتبقى حلوه او ساكنه في انهي دور؟ هتقول لي يا مستر اه دي ساكنه في الفورس. طب حد فاكر الفورس كنا بنعمل ايه؟ قول لنفسك كده فورث، وبنعمل 360 ماينس الثيتا. وقول لنفسك انا كده حددت الكوادرانت. طب يعني ايه يا مستر الاله؟ انا بعمل على الاله شيفت كوزاين، شيفت كوزاين ثيتا، هتطلع معاك الثيتا دي ايكوال 60. وقول لنفسي انا كده جبت الثيتا. بسال نفسي بقى هي الثيتا دي هسيبها زي ما هي ولا هعمل فيها ايه؟ لا هو بيقول لك هنا اعمل فيها 360 ماينس ثيتا. حد يقول لي يا مستر بس احنا فوق ما عملناش حاجه. اه عشان فوق كانت في فيرست كوادرانت بنسيبها زي ما هي زي ما هي، لكن انا هنا بقول لك اعمل 360 ماينس ثيتا اللي هي 60 ويل بي 300. يعني الثيتا دي هتبدا او هتبقى ب 300. ده لو انا عايز الثيتا بص خلاص. يبقى انا بحدد الكوادرانت بعمل شيفت واجيب الانجل. لو في الفيرست كوادرانت يا اخوانا زي ما انا ما عملت بسيب الانجل زي ما هي، يعني زي ما هي يعني طلع لك 60 بسيبها 60، 30 بسيبها 30. طب مثلا لو كانت في السكند بعمل اللي طلع لي من الاله ده 180 ماينس. طب لو كانت في السكند او سوري في الثيرد بعمل 180 بلس. طب لو في فورس زي كده بنعمل 360 ماينس. بعد كده قال لك 10 او سيتا دي ب 30. لو طلب اي حاجه بعد كده هتعرف تجيبها، يعني مش هو عايز 10 سيتا هتعمل 10 30. حد يقول لي يا مستر طب ما ده بدل الهري اللي انت كنت بتعمله ده، طب ما احنا انا عندي ساين وكوزاين هعملهم ديفايدد. اه بس انا كنت بفهمك دي بتتجاب ازاي. يبقى تاني هو الراجل هنا عايز يجيب الانجل بكام؟ اه قلت لك اول لما يجي يقول لك انا عايز الميجر بتاعت الانجل قول لنفسك كده حدد الكوادرنت هعمل على الاله شيفت واجيب الانجل. تعالى اوردر ذا بير فيرست اند فورمست كوزاين ساين. فبسال نفسي الكوزاين هنا يا مستر بوزيتيف حلوه برضو، والساين هنا ايه بوزيتيف. اه وابتدي اسال نفسي الكوزاين بوزيتيف والساين بوزيتيف هتبقى في انهي كوادرانت يا مستر؟ هتبقى في الفيرست. قلت لك بقول كده فيرست وبسيب الانجل زي ما هي، ثيتا دي يعني بسيبها زي ما ايه ما هي. يبقى انا قلت لك حدد الكوادرانت، حدد الكوادرانت اللي انا بشوف مين البوزيتيف وابتدي اشوف بقى. اقول لك فيرست هتسيب الانجل زي ما هي، سكند كنا بنعمل 180 ماينس اند سو اون. خلاص يا مستر خلاص حددنا كوادرانت. بعمل على الاله شيفت كذا، يعني مثلا بمسك الكوزاين دي بعمل على الاله شيفت كوزاين هاف، شيفت كوزاين هاف ثيتا ويل بي 60. خلاص هو بقول عملنا على الاله كده ايه 60. ابتدي اشوف الانجل اللي طلعت لي دي هعمل فيها حاجه ولا اسيبها زي ما هي؟ ثيتا يعني هسيبها زي ما هي في الفيرست هتبقى 60. انا عايزك تاخد تاسك كده تحله انت لسه مش فاهم الجزئيه دي، يعني اكتب ورا السؤال ده بعد اذنك وحله معايا. بليز وقف الفيديو بتاعك وحاول تحلها لوحدك. يلا بينا. اول لما تشوف انا عايز انجل قول لنفسك كده حدد الكوادرانت. هعمل شيفت على الآلة وهجيب الانجل. حد الكوادرنت يعني بشوف مين البوزيتيف. ايه ده مستر؟ الساين نيجاتيف، الكوزاين برضه نيجاتيف. اوه الاثنين طلعوا 20، يبقى ترى هنا مين الحلو؟ صح، يبقى هنا مستر التان هي اللي هتبقى ايه بوزيتيف.
يبقى انا بقول لنفسي لو ده وحش وده وحش يبقى مين الحلو؟ التاني. تبقى التاني will be positive. وابتدي ask yourself بقى هي التاني دي يا ريت تكتب لنفسك كده اهو كانت all sine tan cosine. بسيب الثيتا زي ما هي بعمل 180 minus 180 plus 360 minus. وابتدي ask yourself التان دي كان بوزيتيف ان ويتش في انهي كوادرنت؟ في الثيرد يا مستر. يبقى اقول لنفسك كده ثيرد. كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا بنعمل 180 بلس الثيتا. ودي كده خلاص الاله. لا يا مستر لا بعمل شيفت ساين وسيبك من النيجاتيف دي اكتب شيفت ساين هاف. شيفت ساين هاف هتطلع معاك ب 30. وابتدي اشوف بقى الانجل اللي طلعت لي دي هسيبها زي ما هي ولا هعمل فيها حاجه؟ لا هعمل فيها حاجه. هعمل 180 بلس 30 تبقى 210. يبقى بس يبقى الثيتا بتاعتي دي 210. بس خلاص الموضوع بسيط. قلت لك هي الفكره كلها organize your thoughts and ask yourself what should I do, what will I do, انا المفروض هعمل ايه. which quadrant calculator angle بشوف انهي quadrant. which quadrant calculator angle. which quadrant calculator angle انا بشوف الكوادرنت وبعد كده بعمل شيفت على الكالكليتر بعد كده ايه انجل. بس خلاص ده كده كان الجزء الاهم على الاطلاق. بيبتدي بقى يلعب معاك لعبه زي كده. هنا بقى الراجل غلبان هو بيقول لك هي في انهي كوادرنت بس. فانت بتشوف الكوزاين بوزيتيف الساين هنا نيجاتيف. اه مين الحلو الكوزاين؟ فبسال نفسي الكوزاين دي كانت ساكنه في انهي دور؟ كانت ساكنه في الرابع. يبقى ده كده فورث كوادرنت. حتى قلت لك دخلت الرابع بالروف وعملتها قاعده كده وبتاع وبتجيب حبايبها. بس مش عايز اقول لك بقى هنا يا مستر تعالى الساين هنا نيجاتيف. طب السك بص بقى بيضحك عليك ازاي. هي سيك دي بنت عم مين؟ طب لو انت نسيت افتكر اس سي رول. هو مش في هنا اس؟ يبقى افتكر انها بتاعت الكوزاين. يبقى انا جيت قلت لك ان الساين نيجاتيف وان الكوزاين برضه نيجاتيف. ايه ده؟ يبقى مين اللي قلبه صافي في القعده دي؟ يبقى التان هي اللي هتبقى بوزيتيف. تان بوزيتيف في الثيرد كوادرنت. بس ده كده الجزء الثاني. اخر جزء بقى في الحل بتاعك النهارده في الليسون اللي هو الحاجات اللي زي كده. يجي يقول لك مثلا هات لي ساين 12 5 باي كوزاين بار 2 باي هكذا. كل ده يا حبايبي بيتعمل بالكالكليتر. يعني ده كده بالكالكليتر. طب تعالى بقى حد يجي يقول لي يا مستر طب ماشي هو انا ازاي هكتب دي على الكالكليتر؟ دي كوتان باور 2 30 وسك واحده واحده. حضرتك انا على الاله عندي الساين والكوزاين وتان. طب لو انا عايز اكتب كوسك بكتبها على الاله كده 1 اوفر ساين. طب لو انا عايز اكتب سك اكتبها على الاله 1 اوفر كوزاين. طب لو عايز اكتب تان اكتبها على الاله 1 اوفر تان. يعني دي لو حضرتك كوتان فاحنا بنكتب على الكالكليتر كده 1 اوفر تان باور 2 30 ماينس سيك اس. يبقى هنا في سي يبقى 1 اوفر كوزاين باور 260 بلس سي بقى ساين 1 اوفر ساين باور 245. بس وطلع الريزلت بتاعتي. وملحوظه مهمه او ريمارك مهمه جدا 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 لما يجي يقول لحضرتك مثلا هات لي ساين 3 باي مثلا اوفر 5. الباي مع الساين والكوزاين والتان بشطب عليها واكتب مكانها 180. يعني لو جيت قلت لحضرتك حاجه زي كده هتبقى ساين نيجاتيف 12 اوفر 5 دي هتبقى باي اللي هتبقى 180. يبقى حضرتك اول ما تشوف حاجه زي كده كوزاين باور 2 باي اوفر 4 ما تجيش تقول لي الباي دي يا مستر لا سي بوينت. لا الباي مع الساين والكوزاين والتان بتبقى ب 180. حضرتك بتشطب عليها وتكتب 180 اوفر 4 ماينس ساين باور 2 باي اوفر
انا كنت اشتغل على الباي دي تكتبها كده على الكالكوليتر بتاعتك بس، والباقي ده كله حرك ايه هتقدر تعمله بالكالكوليتر بتاعتك كده. يا مصر احنا الحمد لله خلصنا ليسن 3، وخلي بالك ان ليسن 3 مهم جدا عشان هنبني عليه بعد كده في ليسن ايه 4. ايه يا مستر احنا خدناه في ليسن 3 كده، يلا نعمل سامري بسرعه. قلت لك احنا اول حاجه خدناها يعني ايه كوسيك، يعني ايه سيك، يعني ايه تان او سوري كوتان. قلت لك الكوسيك از ذا مالتيبليكاتيف انفرس اوف ساين، السيك از ذا مالتيبليكاتيف انفرس اوف كوزاين، كوتان از ذا مالتيبليكاتيف انفرس اوف تان. قلت لك ريمبر اس سي رول، اس سي رول، سيك فيرست ليتر اس سي سوري اس will be c 1 over cosine is c rule. ده كده اول جزء يا مستر او اول بارت احنا اتكلمنا عليه. سكند بارت ابتدينا نتكلم عن اهم واخطر حاجه على الاطلاق، استك all sine tan cosine سيتا 180 minus 180 plus 360 minus. قلت لك organize your thoughts، رتب افكارك، ask yourself like that which quadrant calculator angle. يعني بشوف لنفسي يا مستر انهي كوادرنت، بعد كده بعمل على الكالكوليتر شيفت، بعد كده يا مستر اجيب الانجل. قلت لك لو الانجل طلعت لك في الفيرست بنسيبها as it is يعني زي ما هي. سكند 180 minus، ثيرد 180 plus، فورث هتبقى 360 minus. وبعد كده بتبتدي تحدد تعمل على الاله كذا وتشوف الرقم اللي طلع لك ده هنسيبه زي ما هو ولا هنعمل فيه حاجه. وبعد كده يا مستر اخر جزء قلت لك عليها اللي هي بنشتغل بالكالكوليتر، هو بيجيب لك الحاجه وانت بتحطها زي ما هي، بس خلي بالك ان الباي في الساين والكوزاين والتان بنشرب عليها وبنكتب مكانها 180. بس كده اشوفكم على خير.